ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معادنا مع جروب نمبر 3 من منهج الجولي فونيكس. زي ما اتفقنا ان شاء الله احنا هنكمل مع بعض السبن جروبس كلهم، وكمان هنعمل سيشن تامن للتريكي ووردز زي المنهج بالضبط ما هو معمول. الساونس اللي معانا النهاردة هنبدأ بأول واحد وهو ج ج ج، وهو صوت letter G. G sounds ج ج ج، بيطلع كده من زورك، تحس ان في فايبريشن، فنقول ج ج ج ج ج ج. ناخده مع الفاول letters او الناتي letters كده تبقى جا جا جا، جه 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 جه. طبعا احنا بناخد ثلاثة بس من الفاول letters عشان هما اللي خدناهم لحد دلوقتي، اوكي؟ كل ما هنزود هناخد الفاول letters كاملين. جا جا ج ج ج ج sounds ج ج g sounds ج ج ج. الفاول الثاني اللي معانا او الرابع بقى هو letter O sounds O O O O sounds O O O. زي مثلا on 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 on. تعال نعكس no no no. g g go go go. d d do do do. تعال نرجع لليتر G وناخده كمان مع ال O كده، كان جا جا go go g g g g ga go g g ga go g g ga go g g. نرجع كمان letter التالت اللي معانا وهو letter U. letter U بيديني صوت مفتوح بس مش زي صوت letter A. letter A مد البق بيكون اكتر، فبنقول a a a a ant on my arm a a ant on my arm ant on my arm a a a. وقلنا بنعلم الطفل يا اما بنمسك الاب كاننا ماسكين ابل وكاننا بناكلها، فنقول a a apple، او ممكن نعمل الحركه دي كاني نمله ماشيه فنقول a a ant on my arm a a ant on my arm. وكلمة ant starts with letter A وكلمة arm starts with letter A. لكن letter U بيديني sound. بص الفرق بين ال U وال E، ال E بتديني كسرة خفيفة إيه إيه، وال U بتديني فتحة خفيفة فكده مثلا تبقى، لا بلاش كده عشان دي ليها كيس، معلش هنبلاش، هنشيل letter G لاني في معلومة مهمة ان letter G لما بيجي جنبه letter U ال U بتبقى silent، اوكي؟ هقولها لكم دي دلوقتي. خلينا نبدأ بحاجة تانية، خلينا مثلا ناخد س س س sun س س س sun ر ر ر run ر ر ر run، اوكي؟ نخش على الساوند اللي بعد كده وهو زي صوت السمكة اللي هو كلمة فش، يعني فش فش، وتضم ايدك الاتنين على بعض وكأني في سمكة كده ماشية عشان الطفل يربط الحركة دي بصوت letter F. فش فش. تعال ناخد الاف بالفاولز اللي احنا اخدناها كده تبقى فا فا فات فات يعني تخين. فات فات ف ات فات. فو 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 في 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 فات فات.
four, f, f, or, four, 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 f, f, fun, fun, f, n, fun, f, f, fit, 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 fit يعني لائق بدنيا يعني جسمه مناسب. fit, fit. ناخد آخر sound ب, ب. ونفرق جدا بين ال ب sound وبين ال ب sound. دي sounds ب ب ب. letter p sounds ب ب ب. لكن letter b شبه العربي شوية, البي هنا دي صوتها بيكون طالع جامد شوية, صوتها ب ب ب ب ب ب. لكن هنا صوتها بيطلع هواء, قلنا بيعمل explosion للاير, كأن بقك بينفجر بالهواء, فنقول ب ب ب ب ب ب ب. وهكذا. تعالى ناخد letter b ونحطه مع ال vowels كده, نقول با با, bad bad bad, ال opposite بتاع good عكس جيد, bad سيء, bad. ممكن كمان نقول ب ب, bad ب ب bad. ممكن كمان نقول ب ب ب. ممكن كمان نقول ب ب ب. وكمان بو 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 بو. با ب ب ب. بو با ب ب ب. دول كده كل الساوندز اللي احنا اخدناها النهاردة. تعالى نطلع منهم شوية كلمات. تعالى ندي هنا example بكل بقى بالثري سيشنز على بعض. تعالى نبدأ نحط كلمات المرة اللي فاتت أو الفوكابيولري بتاعت المرة اللي فاتت ونقاد عليهم. hat hat hat, قبعة اللي هي طاقية يعني. mat mat mat, سجادة بس صغيرة, سجادة كبيرة بيقولوا عليها corbett. man man, رجل. من من, رجال. انا كنت عايزة اكتب ايه نسيت, ما خدناش الاس اتش ساوند, فممكن نقول fit 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 يعني لائق بدنيا. كمان ممكن نطلع star star star, نجمة. star star star. ممكن كمان نطلع bed bed bed, سرير. bed bed bed. طبعا الكلمات دي لازم الولد يتمرن عليها. sun sun sun, شمس. sun sun sun. fun fun, مرح. fun fun. ممكن كمان نطلع run, the verb معناه يجري. run 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 run, يجري. run run run. ممكن كمان نطلع go go go, the verb معناه يذهب, verb يعني فعل. go go go. ممكن كمان do do do, ده كمان verb يعني فعل معناه يفعل, do homework. do do do. ممكن كمان نطلع get get get, يحصل على. get get get, يحصل على. شكرا.